السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني جميعا. ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامج سوالف. اليوم سالفتنا قصيرة وهي بصراحة بها حكمة كبيرة. القصة مالتنا اليوم حدثت في المملكة العربية السعودية في أحد المدن هناك. أرويكم القصة. واحد مواطن سعودي حالته المادية تعبانة في مدينة بريدة، حالته المادية تعبانة أو إن إجادي طارئ أو شيء من هالقبيل، احتاج مبلغ من المال، ما عنده إلا يملك إلا بيته، فعرض بيته قديم فعرض للبيع. أحسن مكان يعرضه أحد مكاتب الدلالية والعقار في مدينته. شاف له واحد يعني قال له هذا البيت مواصفاته كذا كذا، قطعة كذا للبيع. قال له بيش مثل ما تقول شقد تريد السعر ماله، أعطاه مبلغ معين يعني الطلب. يعني قال له صاحب المكتب، قال له بيتك يعني قديم وكذا، والناس ما ترغب البيوت هسه المواصفات الحديثة، لكن أنا حاطه لك على كل حال. يعني بالبداية قال له ممكن تشوف مكتب غيري يعني، والمكتب يسولف يقول قال له شوف لك مكتب غيري، لأنه أنا عادة الزباين يعني يطلبون بيوت من أنواع مختلفة لكن أحدث من بيتك. فقال له أخلي وأنا محتاج، وأنا سمعت عنك سمعة زينة ويعني تجيب أسعار زينة وشوف. قال خلاص خليت أنا، هو ضمن رزق. هو ضل هذا صاحب البيت كل فترة يتصل بأبو العقار، بشر أخوي ما جاك شراي، كله يقول له أصبر أصبر والله ماكو، يقول أبدا البيت أصلا ما ينسام، المشكلة البيت أصلا مسوم ما يسومونه لأنه قديم. إلا وين طالت المدة، طالت يوم من الأيام إجا شراي مبلغ أقل من السرايا. يقول أبو المكتب العقار بس اتصلت على صاحب البيت قلت له فلان إجا شراي لبيتك وعنده المبلغ كذا، يقول ما قال لي أصبر وهادنا حتى يرفع المبلغ أو كذا، إنه هو أصلا مطلوب وشاف البيت طول يعني شهور وما انباع، فما حصدق يجي الشراي. هو ما عنده إلا بيته هذا، يعني مو تقول هذا تجاري، بس يقول يعني يبدو أنه علي دين كذا، يعني محتاج المبلغ. المهم قال له خلنا نشوفه وكذا، رأسا يقول اتفقوا على السعر باع. من راحوا تكاتبوا وكذا، وعلى أساس أنه أبو الشراي أطلع راع بالصاحب البيت بمكتب العقار تشيك بالمبلغ كامل، تشيك بنك مو كاش. راح هذا خذ تشيك فرحان، رغم أنه بات باع بيت العائلة لكن يفك حاجته بيها الشغل المادي يعني الضيق المادي اللي عنده، ف يعني مستانس انه مثل ما تقول باع وقبض تشيك بالمبلغ. وهذا كذلك البيت صار له وكذا. يقول ابو العقار يسولف مثل ما قلت لكم كله على لسان ابو العقار، يقول طالت المدة هيك ايام كذا، والله ايام هي او يعني لا ايام، لانه السالفة بعدين من اكملها لكم تبدو ايام. يقول هناك والله ويجيني اتصال الو الو من هذا شراي البيت، ها قال يا فلان انا البيت اخواني، يقول رايحين له تعرف اكو ناس يعني اخواني وكذا جايين ناصحين انت شلون واشتريت البيت هذا منطقته مو ذاك الزود والبيت قديم وانت ذا هيك راد لك طق يعني تهده وتبني جديد او راح تخسر وبهالمبلغ، يعني يقنعوه انه البيعة هاي خسرانة بالنسبة له، هو خسر بيها. فهذا يقول ما عنده الا شي يسوي، اتصل بابو العقار، ها قال له والله البيت ارجع وكذا واخوانه وجوا وشاروا علي وهسانه متندم وكذا وهيش خسران انا. يقول ابو العقار انا قلت له عمي السالفة هاي لا سولف،
شنو انت صح، حتى لو متندم، حتى لو هاي آمنتوا بالله، بس انت رجال كاتبت وياه واستلم فلوسه وراح. انا اساس ايش قال لي ايش قال لي، وقال لي انا اصلا حسه حتما من اطرح الموضوع انه راح يكون يعني يسمعني كلام وكذا، يعني ما صير ما صير. قال لي احنا رجال وتكاتبني لا قانون ولا شرع ولا اخلاق اللي هاي. قال لا انا ما تطل ما اقدر تريد منك اللي اروح. قال لي يقول هذا ما يقول، قال لا انت يعني يقول وهقني يعني ايمان وكذا. فيقول بصراحة يقول احترت، يقول انا بين رافض. يقول بعدين قال زين اتصل بي وقل له انا يمك وخلي انا كلمة. يقول والله دقيت عليه بعد ما الحاح منه، الو ابو فلان. قال لي قال لي يا اخوي انا اعرف قبل لا اقول لك الموضوع اللي اقول لك به هو ما يصير بكل يعني الامور، لا شرعية لا قانونية لا أخلاقية، وأنا مستحي منك، لكن الرجال الفلان اللي اشترى البيت وكذا هذا يمي ويقول عنده شغلة ويريد يرجع البيت، فأنا ما على الرسول إلا البلاغ، وهذا هو يمي يريد يكلمك. سلم عليه قال لي فلان والله أنا هيك شيء يعني مثل ما تقول شاروا علي، يعني هو طلع له بموضوع ثاني طبعا، ما قال لا أنا يعني حسيت بروحي غلطان وكذا وما أدري شنو، أنا تروك خسارة علي. يقول هذا صاحب البيت اللي ماخذ الشيك، يقول قال له لا تكمل كلامك ولا داعي تتعذر ولا هاي، اعتبر الآن سبحان الله. قال له من حسن الحظ انه الشيك ما صرفته، وابشر نرجع الورق، نروح للتسجيل انه بدارة التسجيل ونبطل التسجيله وشيكك تاخذه وبكل ممنونية. قال لو تعذر، قال لا بد لا تعذر ولا شيء، الله ما قاسمها. قال له زين اتفقوا. يقول راحوا داوروا البيت مرة ثانية، هذا أخذ شكه وطبعا فرحان وكذا لأنه البيعة ما صارت وما صار خسران وكذا، وراح الحال سبيله. وهذاك الثاني هم استخلف الله، يقول عاد بدون ما يقول لي بعد يعني، ما يقول قلت له شوف ابو المكتب، يقول طالما انت موقفك انساني، يقول انا يعني يقول ابدا ما تقبلت الموضوع، ما دامك انساني وهاي تحمل هاي النبل والاخلاق، ورغم حاجتك انا اعرف بك حاجتك محتاج، انا راح مو بس ادور لك انا شو الراي، وانما راح استقتل وحتى صحبان المكاتب الثانيه اللي هم حتى منافسين لي او بيني وبينهم مصالح، راح اقول لهم يحصلون لك شو الراي شلون ما كان. قال له جزاك الله خير. راح هذا ابو المكتب يقول انا صرت ادور له شو الراي، وكلفت يقول جماعه هم، يقول صارت تجي سومات بس بعيده يعني عن المبلغ اللي يريده، لان يقول هو البيت يعني قديم وكذا. يقول والله راحت ايام ردت ايام هناك، يقول والله يتصل علي هو صاحب البيت، يقول انا عود يعني يقول خجلان، لانه يعني يقول متعاطف وياه وخجلان انه اقول له ماكو شيء. يقول سلام هاي، يقول قلت له يا فلان ترى والله لهسه السومه ما جت للبيت وهاي. يقول لا يا اخوي، يقول قال يقول ويقول مبين من اتصاله، يقول حسيت بي يعني يتراقص طربا، يعني يقول سعيد ويعني يهلهل يهلهل فرح. يقول انا هم استغربت يعني هو مو عادته. يقول قلت يقول قال لا يا فلان جزاك الله خير، وانا ما اتصلت عليك على اسئلك على احد سام النوم لولا، بالعكس انا اتصلت عليك واقول لك يا اخوي بطل البيع، البيت صار مو للبيع. يقول قلت له بشر صحت لك مبلغ وفيت دينك زين، من ظل بيت العائلة عندك ما بعته. يقول قال لا السالفة كيت وكيت، قال له البيت من حسن حظ. شوف هي ليش اقول لك بيه حكمة، هسه تجيك الحكمة. البيت طلع عليه طريق يسمونه طريق الملك عبد العزيز ببريدة، حسب اللي رواها لي هذا صاحب المكتب. الطريق طبعا الحكومة السعودية والشركات المنفذة وحتى بكثير دول عربية والعالم، تعويض مجزي وكافي صاحب العقار أو صاحب الأرض، فمطينا تعويض واصل يعني يمكن ملايين أو مليون أو لا ملايين الريالات، يعني مبلغ فخم
حتى صاير من تجار بعدها، فعاش بحبوحه. فهذا يهلهل يقول بالمكتب، قلت سبحان الله والله، قلت له رب بيك حكمه، يعني هذا الانسان يقول انا باركت له وكذا، وقلت له ما هاي يعني، يقول الله ما خيب ظنك، يقول قلت سبحان الله الله شلون ضامها، يعني لان هذا المسكين طيب وعلى نيته، ولان ادمي وصاحب نخوه وصاحب موقف، الله سبحانه وتعالى خلى بيته يرجع من البيعة ذيك لانضام له شغله احسن. ولو ان ذاك الزلمه ما اقول يعني عنه مو زين، بس يقول هذا احق ببيته، اولى ببيته انه ياخذ التعويض، لان يقول كان ممكن شغله ايام واسابيع قليله بين التثمين هذا العالي وبين بيعته لبيته، لانه معسر. نعم معسر. فيقول اصبح ميسر، يقول هو انسان زين، ويقول معروف بالمدينه هاي، يقول لا زال يعمل اعمال خير وبر وصار من الاغنياء. هاي سالفتنا اخواني، هذا اتخذ موقف اصيل وموقف يعني مال واحد انسان مؤمن وزلمه، رغم انه لا حرام ولا شرعا انه يقول بطلت على البيعه، لان هي البيعه قلت لك شرعا وقانونا واخلاقا صايره. الله سبحانه وتعالى رأف به واجزل العطاء، يعني بدال الاحسان الواحد سواء اجزل العطاء، وهاي حكمتنا يا اخواني. فابدا اذا صح لك تسوي زين، لا تقول انه قد ما حصل يعني جزاء شيء زين الي ويرضيني، وخصوصا ذا معسر. لا، رب العالمين يرزقك من حيث لا تحتسب. تحياتي لكم، والتقيكم في سوالف ثانية. لا تنسونا بالدعاء والرجاء، اللي يعجب بينا رجاء دعمنا بلايك، فالو، بشير من حضراتكم الكرام.